بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدنا كان لك واسنتير والنتير نبي ديورانيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكي أسلي اللي قابين وقن مانا الرب والمعبود القابن وقنهن نان الأصل الثاني يكون كو مؤلف معرفة الدين الإسلامي بالأدلة ورنقن يعني ندين إسلام وصار نقوله دليل ورنجن معناه ورنجن معرفة الدين الإسلامي دليل هو الاستسلام لله بالتوحيد. استسلام جارد توحيد يتكن والانقياد له بالطاعة. طاعة ده نجربه سنك ننشوه سنك طوالي التزام نيخد معناه والبراءة من الشرك وأهله. كذلك شرك دي مشركين يترد بر استنام منهم شحنون تابعنا ولا من عصر الفرما شحني وهو ثلاثة مراتب. من دين الإسلام قولي كما ارتبط سيهون الإسلام سنة سيخوة مرتبط لا أخوة الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. الناس يا أخوانين لاريك نالد أركان شخصي إسلام دي إيمان دي إحسان دي جن. إسلام أنكر كونغن ورني دي ورني دي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. من الإسلام قال دمبرين لا ريترك لا رال إن شاء الله يا عمر وان لقابينا إسلام أركان إسلام أم كوغين هنا شهادة لا إله إلا الله ورن نقنر دوابط دي المقتضيات دي يعني نتر قابينه وقن إن شاء الله نر شروط دي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قابينه وقن دي ومعنا قابني آخر سنك نيدن بي إقام الصلاة صلاة لير كود نر شروط دي نر واجبات دي نر أركان دي نر سنن دي نر ضوابط دي نر مستحبات دي نر مكروهات دي تل قابينه وقن نر صلاة لير كود وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. أركان الإسلام خمسة شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج بيت الله الحرام. اثنين أركان الإسلام. ودليل قول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا إله إلا الله لا معمود بحق إلا الله. لا إله نافيا يعني يعين وانيقه جميع ما يعبد من دون الله إلا الله. نفيدي إثبات دقن معناه نفي نخن جار إنقد إلاني وأثبت نخن الله عبسته. لا إله إلا الله جارين قد عبستق إلا معناه قن عبادة استهلق جارين الله سبحانه وتعالى قن رب العالمين قن مثبتا لعباده العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. عبادة استهلق ملك رنيد قن إن ملك نيود نيد نيه أخصنك نخلق أخصنك آمنا كنا وخلقون كجار خلق وهي يرو هو نقولنا أنا نبردي عصدي خلقه نعم نقول مخدي خلقه جارجن بالضبط إن خلق سنك كذلك نيني ملوك لا شريك تحل نيني ملوك لي كذلك إني عبادات لي لا شريك شخلاني. وتفسير الأخورة نقول الذي يوضح قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. سيدنا إبراهيم عليه السلام وريقون وقال إبراهيم لأبيه وقومه أنني براء ننتن عبدنا والناس نامتن عبدنا يقولهم سيدنا إبراهيم قومي مؤمن رقوق ننتن عبدنا أم بريء من منين شرك قن أن ننجرب دلي ننتن عبدنا ونالدر أن عبادة تخلدر أن نيت خلقه ونيت فطره
ني خير له دير رويجن ني خير لي در الدويجن ني خير لي وجه رويجن ني حبر دويجن يخ والله سبحانه وتعالى جعل كلمة باقيا لعلهم يرجعون. بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهد بأننا مسلمون. الله سبحانه وتعالى بيّن قلنا قريوا حاجات ناشي أنيس وهابني بيّن سنة منهم نان دليل شهاد محمد رسول الله تلفرنا كون هن لا إله إلا الله تقابل نكون هن نان محمد رسول الله الله سبحانه وتعالى ذكر قل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله سبحانه وتعالى شقوه لنا محمد رسول الله ذكره لني سمد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا رسول دليل كامل شانه أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول جلال أكد ومعنى شهادتي أن محمد رسول الله ورنا قلني معنا طاعته فيما أمر يعني إن أمر حب سنعد نيس إساء يا أخوانا النسر عدنين أمرني لدقن تئزازقن أزازقنا وتصديقه فيما أخبر ننعصى أخونا خبرنا نعصى خبرنا نيد 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 دقن يخونا آمن بشاحنخن وصدقنا لشاحنخن أمن بشاحنخن وكذلك اجتناب ما نهى عنه وزجر ما نهى عنه وزجر جنب سنة شاحنخن شيرنا شاحنخن هنا في خطة أنقاق سنة شاحنخن إنسان عدني نيس نها بقار ناعي أخونا لا نسأل عدني النوايا أقوم مغلقا تنقاقسي هو أرخون كيسابسي يخص سنقن وأن لا يعبد الله إلا بما شرع والله سبحانه وتعالى عبد سر شخلاني إلا بشريعة محمد الرسول صلى الله عليه وسلم فصل أخو لك الناس يعني عد الرسول صلى الله عليه وسلم نعس أخو لك الناس عد رب العالمين أقيم الصلاة يخونا إن صلاة نجاب وضوء شخطي وهبنا سليس نكون الناس وهبنا مقرنا كن ركوع سجود رفع نين ناو تفاصيل الرسول صلى الله عليه وسلم نعس أخو لنا وضوء استنشاق تفاصيل ناوسي ناتك نشار يقول لك لنا بالتالي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة نيوخ نينغن واجبات نرو واجبات نرو لنغن طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وندم بي فرنوغ الأركان إن نكون إن لينغرلي وهو الصلاة والزكاة ودليلنا ورنغن وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة نين دليل زكاة خدي صلاة خدي وري دليل صلاة خدي زكاة خدي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمين إن دينين عون إنها بها دليل صلاة خدي زكاة خدي كنعصى قلنا كذلك دليل صيام كنعصى قلنا نعمك أركان لقاب نكون أركان الإسلام لي الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم يعني فرضتكم الصوم انت الامه ان ما انت جابر قرر سنك امم ين جابر قو ين خين الدين لا هون ما نتجار خلقك ادم تنكيس اخرازك ان الدين عند الله الاسلام ان الدين عند الله الاسلام فاندين الصوم ربو ديبوم ناس أنا كنا ما نكتب سرقوا سنك ديبهم الله سبحانه وتعالى ينلر نابك تبضيبنا فلذلك يقولنا أنكم أنتم يا مؤمنين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم نين دليل صيام وقلن دليل حيوغ لفرنوغ النان يقول الله سبحانه وتعالى ورنقن إن دليل إن ركن أنكرخ ين أنكوغ ينهن أركان الإسلام شاتا لا إله إلا الله
وان محمد رسول الله قابني يخندي بلا اله الا لتل محمد رسول الله قابني يخندي با وكذلك قامت صلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان نان حج الله حج قابين وقن والله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نين نهبه ندليل الله سبحانه وتعالى بينك ننكو حجوخ صنعة ورنقن أركان الإسلام نهبني نال دونقن مراتب إسلامه يعني إيمانه نان أنت ندي بومقن إن شاء الله نهبني ندليل حجوخ دونقن. إن شاء الله نزلت هذه الآية التاسعة وأن آية نيني يعني في السنة التاسعة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن حج فرج ساكا أن حجا في السنة التاسعة فرج صغيانك أهل العلم دليل مقديبه يعني ومن كفر فإن الله غني عن العالمين على أن ترك الحج استطاعت كمونزك إنسان حجا دقا كذلك يا أخوانا خطورة لنبك مال كميوك حيلة كميوك عافية كميوك جار وانلو مال كمان عافية كمان نيفي خد دوانو ني عافية دوانو وكتك يا حلوانونسك يعني بقدر الإمكان حج جرشاخ معناها هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.